بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في الوحدة الأولى من ميدان الظواهر الميكانيكية لمستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط، وهذه الوحدة هي مقاربة أولية لمفهوم القوة. إذن ومع هذا المورد المعرفي، مبدأ الفعلين المتبادلين، نريد أن نستخلص أو نصل إلى نص المبدأ. ما هو نصه؟ ما هو نص مبدأ الفعلين المتبادلين؟ في هذه الحلقة أو في هذا المورد المعرفي بالضبط، نحتاج إلى تجربة بسيطة نحضر فيها مغناطيسين كما تلاحظون، مغناطيس رقم 1 ومغناطيس رقم 2. نضع المغناطيس رقم 2 على قضبان، والمغناطيس رقم 1 يكون في اليد، وسنجري به التجربة. ثم إن أردنا أن نعكس الوضعية فنعكس، يعني نضع المغناطيس رقم 1 على القضبان والمغناطيس رقم 2 هو الذي يكون في اليد، لكي نصل إلى ما نريد الوصول إليه. إذن نتابع معا هذه التجربة. إذا نقرب المغناطيس رقم 1 من المغناطيس رقم 2 بالقطبين المتماثلين، فإنه يحدث بينهما تنافر. نلاحظ أن المغناطيس رقم 2 ينفر من رقم 1. ثم نقلب وضعية المغناطيس الذي في اليد. إذا كما تلاحظ، نعم، يعني لم نصور اللقطة من بدايتها. هنا القطبان المتجاوران مختلفين، إذا لما تقرب تلاحظ أن، نعم، المغناطيس ينجذب إلى الثاني. إذا على ضوء هذه التجربة البسيطة، يقول قرب المغناطيسين من بعضهما بالقطبين المختلفين ثم بالقطبين المتماثلين، ماذا تلاحظ؟ حدد الجمل الميكانيكية في كلتا الحالتين وارسم مخطط الأجسام المتأثرة. إذا في كلتا الحالتين الجمل الميكانيكية هي المغناطيس رقم 1 والمغناطيس رقم 2، هذا كل ما في الأمر. لنرسم مخطط أجسام متأثرة لهاتين الجملتين. إذا لدينا الفقاعة الأولى نمثل فيها المغناطيس رقم 1 M1 التي على اليمين، فقاعة رقم 2 M2 يعني المغناطيس الثاني الذي على الأيسر، واستعملنا لونين مختلفين لنميز بينهما. هذان المغناطيسان يؤثران على بعضهما تأثيرا بعديا نعبر عنه بخط متقطع ومزود بسهمين متعاكسين. إذا هذا بالنسبة للتمثيل بمخطط أجسام متأثرة. نوضح ترميز الأفعال. إذا نكتب آب شعاع لآم واحد على آم اثنين. ما معنى هذه العبارة؟ أي أن المغناطيس آم واحد يؤثر على المغناطيس آم اثنين بقوة آب شعاع. في نفس الوقت، المغناطيس M2 يؤثر على المغناطيس M1 بقوة F2 شعاع أو F شعاع 2. إذا هذا بالنسبة لتمثيل بمخطط أجسام متأثرة للأفعال المتبادلة بين جملتين. إذا بعد ما حددنا قال لي في السؤال، نعم، حدد الجمل وارسم مخطط، ننتقل إلى فسر، مثل القوة التي يؤثر بها كل مغناطيس على المغناطيس الآخر. إذا هنا انتقلنا إلى المحطة الثانية، مثلنا المغناطيسين، الفعل يحدث التجاذب في هذه الحالة، القطبين المتجاوران المختلفين يتجاذبان. هنا الفعل الثاني يحدث التدافع أو التنافر. لما نمثل بمخطط أجسام متأثرة سواء الحالة الأولى أو الحالة الثانية يظهر لنا نفس الرسم، التدافع أو التجاذب سيظهر لنا نفس الرسم، F شعاع لأم واحد على أم اثنين، F شعاع لأم اثنين على أم واحد. إذن لكي يتضح الفارق ويزول هذا اللبس سنمثل القوى، يعني ننموذج الأفعال بقوة. نحن ذكرنا في الحلقة السابقة، يعني في الجزء السابق من الدرس، أن الفعل الميكانيكي ينمذج بقوة، والقوة هي مقدار شعاعي. لما نقول مقدار شعاعي
فعلينا أن نعرف ما هي خواص المقدار الشعاعي. يتميز بأربع خصائص. الخاصية الأولى أن كل فعل من هذين الفعلين، يعني سواء جذب المغناطيس أم واحد للمغناطيس أم اثنين، أو جذب المغناطيس أم اثنين للمغناطيس أم واحد، فإن هذا الفعل وهو الجذب يتم على نفس الحامل، فمثلنا الحامل. إذا نقول القوة التي يطبقها المغناطيس لها حامل، وعلى هذا الحامل يكون لها قيمة عددية واتجاه، قيمة عددية واتجاه. يعني هنا استعملنا الألوان لنوضح الصورة. هذا المغناطيس رقم أم واحد يجذب بقوة إلى اليمين، يجذب بقوة إلى اليمين على هذا الحامل، بقوة لها مقدار عددي 5 6 7 2 1 0.5 لا يهم، المهم مقدار عددي. إذن هذا المقدار ستعبر عنه هذه الطاولة أو هذه القطعة المستقيمة، نعم تعبر عنه. وكما ذكرنا وله اتجاه نحو اليمين، إذن فهناك قطعة موجهة تعبران عن خاصية فيزيائيتين هما الاتجاه والقيمة. إذن على هذا الحامل بقي لنا من أين يبدأ التأثير؟ يبدأ في نقطة التماس مع المغناطيس الآخر. إذا المغناطيسان متلامسان مثلا فهما يؤثران في نفس النقطة. إذا المغناطيس الأيمن أم واحد يؤثر بقوة بفعل ميكانيكي نمذجناه بقوة هي مقدار شعاعي، نعم قطعة مستقيمة موجهة على هذا الحامل اليمين. في نفس الوقت المغناطيس أم اثنين يؤثر على المغناطيس أم واحد بقوة مساوية في القيمة معاكسة في الاتجاه وفي نفس نقطة التأثير وعلى نفس الحامل. إذن هنا يظهر حتى ولم نكتب التجاذب فيظهر بأن المغناطيسين متجاذبين. لننظر الآن، نعم وضعنا الترميز يعني التمثيل العلمي مع التمثيل البيان. إذن فالكتابة الأولى أف شعاع لأم واحد على أم اثنين، معناها المغناطيس أم واحد الأيمن يؤثر بقوة على المغناطيس الأيسر بقوة موجهة وبقيمة عددية على هذا الحامل. في نفس الوقت قلنا المغناطيس أم اثنين الأيسر ملون باللون الأصفر يؤثر بقوة أف شعاع على المغناطيس الأيسر، وهذا التأثير يكون إلى الجهة اليسرى على نفس الحامل ومن نفس المنطلق. إذن لنرى الآن تمثيل للفعلين التدافعيين، التدافع بين المغناطيسين. إذن هنا انظر كيف يكون التمثيل، لاحظ جيدا وقارن. المغناطيس الأيمن يدفع المغناطيس الأيسر، نقطة الدفع هي نقطة التلامس إن تلامسا، وإلا ستكون منطقة مشتركة بينهما في هذا الفراغ. إذن المغناطيس أم واحد الأيمن يدفع، إذن فوضعنا الدفع في الجهة اليسرى، يدفع ماذا؟ يدفع المغناطيس أم اثنين، في نفس الوقت المغناطيس أم اثنين يدفع في نفس نقطة التأثير المغناطيس أم واحد، يعبر عنها كذلك بالكتابة تكون بشكل صحيح، المغناطيس أم اثنين يدفع بقوة المغناطيس أم واحد، يرد عليه أو في نفس الوقت المغناطيس أم واحد يدفع بقوة المغناطيس أم اثنين. هكذا يظهر أن التمثيل القوى يكون أكثر وضوحا من التمثيل بمخطط أجسام متأثرة. عفوا، نستخلص الآن النص مما ذكرناه. الفعلان المتبادلان بين جملتين ميكانيكيتين، الخاصية الأولى لهما أن لهما حامل مشترك، نعم تتمان على نفس الحامل، ومتعاكسان، هذان الفعلان متعاكسان في الاتجاه، انظر هذا اليمين هذا اليسار، ومتساويان في الشدة، وهذا ما سنراه في القياس لما نتكلم عن الثقل، ومتزامنان أي يحدثان في نفس الوقت، لا يسبق أحدهما الآخر. هذا بالنسبة لتمثيل الأفعال وتمثيل القوى. إذن نمر الآن إلى
العنصر الموالي ماذا يراد من هذا النشاط؟ يقول لي في البطاقة هذه نثبت النابض بالمكعب الخشبي، نحن بدل المكعب الخشبي أحضرنا كتلة حديدية أو عيار إلى آخره. كما تلاحظون علقنا النابض لوحده، فالنابض بقي في وضعية شاقولية. نعم، قلنا النابض في وضعية شاقولية كما تلاحظ، لأنه لا يوجد عليه كتلة عيارية، يأخذ وضعية عمودية في هذا الحامل ولا يتشوه إلى آخره. إذن بعد ذلك يقول نعلق عليه كتلة عيارية التي تلعب دور المكعب الخشبي الذي طلب منه. ماذا نلاحظ؟ إذن نلاحظ أن النابض يستطيل بشكل شاقولي، ينجذب إلى الأسفل. إذن بعد ذلك يقول لي ما الذي يبقي الكتلة العيارية معلقة ولا تسقط؟ يعني هنا لو لم يكن النابض، أو لو تنفلت الكتلة من النابض لسقطت. إذن فالذي يبقيها، ما الذي يبقيها معلقة؟ أكيد هو قوة يطبقها النابض على هذا العيار، يشده نحو الأعلى. إذن حدد الجمل الميكانيكية ثم أرسم خط مخطط أجسام متأثرة مستعينا بالبطاقة. إذن نحدد الجمل الميكانيكية، هنا لدينا الكتلة المعلقة ولدينا النابض ولدينا الحامل والجملة الخارجية هي الأرض. إذن ما هي العلاقة الموجودة بين هذه العناصر؟ الحامل يشد النابض والنابض يشد الكتلة، وفي نفس الوقت النابض يشد الحامل، يشد النابض، النابض يشد الحامل، النابض يشد الكتلة، الكتلة تشد النابض. هذه الجمل الثلاثة تخضع للأرض. الحامل إذا لم يكن مشدودا في حائط أو في كذا فإنه يسقط نحو الأرض، إذن فهذا تأثير بعدي. النابض كذلك لو لم يكن معلقا في الحامل لسقط على الأرض، هذا تأثير بعدي. الكتلة كذلك بالنسبة للأرض، فلو بقيت معلقة في الفضاء لسقطت على سطح الأرض، إذن هذا تأثير بعدي، في حين أن العناصر الثلاثة بينها تأثير تلامسي. النابض يكون بينه ترابط مع الحامل، ونفس الشيء بالنسبة للحامل مع للنابض مع الكتلة. إذن يقول بعدما حددنا الجمل ورسمنا مخطط أجسام متأثرة، يقول لمثل القوة التي يؤثر بها النابض على الكتلة معطينا رمزه. إذن هنا لاحظ أننا مثلنا الحامل الذي تعمل وفقه قوة النابض. إذن نترك الفيديو يمر إلى الأخير لنمثل. إذن لدينا هذا هو الحامل، نمثل قوتين. أولا قوة شد النابض إلى الأعلى، يعني النابض يشد، نعم كما تلاحظ هكذا. مثلنا القوة التي يؤثر بها النابض يشد الكتلة، F شعاع لR على S، F شعاع لR على S، أو إذا كتبنا F شعاع فصحيح. في نفس الوقت، الثقل أو الجسم المعلق وهو هذه الكتلة المعدنية أو العيار مشدود إلى الأرض، يعني الأرض تجذب نحوها، رمزنا له بي شعاع، أو لنقول F شعاع لتي على S. إذن فالأرض تشد بشكل عمودي على هذا الحامل المحوري العمودي، وفي نفس الوقت النابض يشد بقوة نحو الأعلى على نفس الحامل. إذن مثلنا القوة التي يؤثر بها النابض والقوة التي تؤثر بها الكتلة المعلقة. استنتج العلاقة الرياضياتية بين التمثيلين الشعاعيين للفعلين المتبادلين بين جملتين ميكانيكيتين. هنا نحن ذكرنا سابقا أن القوة هي مقدار شعاعي
أو مقدار موجه. إذا فقوة الثقل إلى الأعلى، قوة النابض تشد إلى الأعلى، قوة الثقل تشد إلى الأسفل. سنختار جهة نسميها الجهة الموجبة. قال مثلا نحو الأرض هو الجهة الموجبة. إذا فهذا فالأرض تشد الثقل بقيمة عددية موجبة. قال زائد 8 زائد 10 زائد 20 لا يهم. في نفس الوقت النابض يشد بقوة معاكسة لها، يعني على نفس الحامل الاتجاه المعاكس وبقيمة عددية مساوية. إذا كان هذا يشد بعشرة فهذا يشد بناقص عشرة، أيضا بعشرة، المهم الاتجاه معاكس. إذا حينما نمثل ماذا سنكتب؟ الجسم هنا موجود في حالة توازن، لا هو يسقط لا هو يصعد. هذا يدل على الآتي، أن P شعاع زائد F شعاع يساوي صفر، بمعنى القوة التي يشد بها تشد بها الأرض هذا الجسم أي الثقل زائد قوة النابض مجموعهما يساوي صفر. من قال لنا هذا؟ الذي قال لنا هو الحالة الحركية للجملة، وهي أنها في حال توازن لا تتحرك، وإن كانت متحركة فستتحرك بسرعة ثابتة. إذن فهذا يدل على أن مجموع القيمتين يساوي صفر. إذن P شعاع زائد F شعاع يساوي صفر شعاع. ومنه نخلص إلى أن الذي ذكرناه P شعاع يساوي ناقص F، وهذا الكلام هو الذي قلناه عمليا، يعني إذا كانت هذه الجهة نحو الأسفل هي الموجبة وهي زائد 10 فهذه هي الجهة السالبة وهي ناقص 10. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية ما هو مقرر في هذا المورد وفي هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.